بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا اس اي. اليوم بتكلم او اليوم عندنا حلقه سؤال وجواب، بحاول نخليها كل اسبوع او كل 10 ايام. تسالني اي سؤال في تويتر وراح ارد عليك ان شاء الله هنا، اذا كان السؤال كويس وممكن يستفيد منه الشباب او اللي يستمعون المستمعين. السؤال، طيب، هلالي برشلوني يقول: صباح الخير، انا معي مليونين كوينز، تنصحني ابيعها قبل فيفا 14 او تبقى معي ما تروح؟ ما ودي احطمك يا هلالي برشلوني، لكن فيفا ان شاء الله 2014 راح تبدا من الصفر، ما راح يكون معك فريقك او اللاعبين ولا راح يكون معك الكوينز. هذا في كل سنه كذا للاسف، فانصحك انك تبيعهم، واذا قدرت تبيعهم بمقابل فلوس افضل. سلمان الشمري: ليش ما تقبل دعوات الاي دي بالبلاي ستيشن 3؟ وشكلها معصب سلمان. طيب يا سلمان، انا ان دخلت بلاي ستيشن اكثر شيء العب ادخل برو كلب او المواسم، ما عندي التيمت تيم وفاعذرني، ويجيني والله انبايت كثير، لكن اغلب الانبايتات اللي تجيني التيمت تيم، وزي ما قلت لك انا ما عندي التيمت تيم، فاتمنى ان ما حد ياخذ على خاطره. وغالبا انا ادخل في البلاي ستيشن اسوي الشغله اللي ابيها او العب مع احد معين واطلع. ف وشلون بالالتيمت اصير بملعبي او ملعب غيري؟ طيب يا مالك، لاحظ على اليسار الفريق المضيف، واللي على اليمين مكتوب الفريق الضيف، فالمضيف اللي هو انا في ملعبي، والضيف اللي هو الضيف جاي في ملعبي، فتميزها كذا. الحين اللاعب يكون تحت اسمه، تحت اسمه، هي انت كاتب اسمه تحت اسمها العقد، تحت اسمها العقد واللياقة، اوكي، والمعنويات في شيء رابع تحته اسمه اللي هو السي اتش ام، وش ذا؟ واذا نقص يأثر في لعب اللاعب ولا لا؟ ابراهيم، حياك ابراهيم. السي اتش ام اختصار كيمستري، اللي هي التناغم او التجانس بين الفريق، كل ما زاد كل ما كان افضل، وانا اشوف شخصيا كل ما نزل تحت 7 راح يضر الفريق، فيفضل 7 وفوق، هذا اللي اسمه التناغم او التجانس اللي هو الكيمستري. وش الفرق؟ سعد العتيبي يسأل: وش الفرق بين ألوان بطائق أعتقد تقصد بطاقات، بطائق الظاهر خطأ، ما أنا متأكد، أتوقع خطأ، فبطاقات. عندك الأزرق يا سعد، وعندك الأسود اللي هو المطور، والمطور اللي يجيك لاعب الأسبوع، هذا الأسبوع مرة، وعندك اللاعب الذهبي العادي. الأزرق يجيك لاعب السنة، يجيك من كل خانة لاعب أزرق فريق السنة، والأسود يجيك كل أسبوع على حسب أدائه الحقيقي في الموسم صدق، والذهبي عادي اللي هو الافتراضي. في عندك بعض اللعيبة زي جاريث بيل مثلا، عندك 3 نسخ منه، فيفضل أنك تنتبه، لكن ترى في لاعبين نادر تلقاهم منهم هذا الممنوح. لا تعصب يا ممدوح. طيب، مهند ناصر يقول: تعرف كيف تضبط وجهك بلاعبك بالبرو كلوب بالبرو كلوب؟ طيب، بعد ما تضغط عليه راح يوجهك على موقع، راح يعطيك رابط الموقع، تلقى الرابط تحت في الديسكريبشن، تضغط عليه او تروح له من جوجل، ننصحك من جوجل سواء انا او غيري، حط لك ديسكريبشن، حط في الديسكريبشن روابط، حاول انك ما تدخله الويب اب، بعدين تختار على الجيم فيس. طبعا ترى بيعدم جهازك بالبرامج وبالبلجنز اللي بيسويها، تضغط على ستارت وذ يور جيم، بعد ما تسجل دخول بالايميل حقك تضغط على تحت على اليمين ستارت ناو، بعدين تضغط على جيت ستارت، بيطلع لك اللي عندك البرنامج اللي هو الويب بلاير حقهم، لازم تحمله. طبعا جيت تحمله تختار جهازك هل هو ماك ولا ويندوز. عموما بعد ما تحمله تختار من فوق تضغط على ستارت، بتختار انت اللاعب حقك او شيء تبيه لاي لعبه، هل تبي كره القدم ولا الهوكي ولا اعتقد الالعاب هذه، تختار الميل وتختار الوجه من تحت، فيه وجه جاهزه حاطين لك الى ظهر 18 صفحه، تختار هنا اذا بغيت انك انت تحط صوره اللاعب او وجهك انت، لازم تسوي انستول البلجن حقهم، طبعا انا كنسلت ولا سويت لانه بياخذ وقت فطبعا ترى مو لازم تحط وجهك، تقدر تحط مارادونا، تقدر تحط زيدان، اذا جيت تحط الصوره راح يطلب تحط الصوره من الوجه،
أو تحطها وتحطها من الجنب اليمين وتحطها من الجنب اليسار عشان يأخذها كاملة 3D عشان يحط لك إياها زي ما تبي أنت. هذا بالنسبة للجيم فيس. يوسف عبد العظيم يقول بالله تسوي شرح للدبل. أبشر يا يوسف، الدبل سهل طبعا، أشرحها كأنك في البلاي ستيشن. البلاي ستيشن تضغط على L2 والكرة جايتك وانت ما عطي ظهرك للباب، L2 علق على مربع، ضغط مربع 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 وضغط الزر اللي الزر اللي شوت عندك، لكن تأكد ان خلي ظهرك للباب وضغط على السهم موجهة للباب، يعني عكس وجه لاعبك، وضغط خليك معلق على L2 وزي ما قلت لك مربع 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 او الزر اللي شوت عندك اللي هو دائرة او اللي هو محمد الزهراني يقول الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا محمد، أفضل خطة تنصح اللاعبين فيها تكون هجومية أو دفاعية على حسب لعبك يا محمد؟ أنا ما أقدر، هل أنت كويس في الدفاع أو كويس في الهجوم؟ فأنا أفضل أن تكون متزنة يعني، فزي ما قلت لك أنت الأدرى وأنت اللي تختار وش الأفضل لك. هل في زر معين طلب؟ إيه، الزر أنك تضغط هجوم كامل مع الهجم، لكن ما أنصحك تسويها كثير لأنها راح تعدم اللياقة عند لاعبينك، فلا تسويها كثير في المباراة أنك تحط هجوم كامل. معاد يقول كيف تختار خطة مناسبة للعبك؟ مثلا أنا أحب ألعب على الأطراف، وش الخطة الأنسب لي؟ وأنا أحب ألعب مع العمق، كيف أختار الخطة اللي تناسبني؟ برضو نفس الجواب على حسب لعبك يا معاد. مثلا عندك 4-1-2-1-2 أشوفها كويسة مع العمق وبنفس الوقت كويسة مع الأطراف، لكن إذا كنت من الناس اللي يحبون يرفعون 4-3-3 أو الخطة اللي فيها LW وRW اللي هم الأجنحة، هي اللي راح تفيدك غالبا، وحتى لو كان فيها RM أو LM. فيصل يقول ايش رايك مستوى اللاعبين مقارنه باسعارهم؟ شوفها مبالغه يا فيصل، بالذات في البلاي ستيشن. البلاي ستيشن ما ابالغ، اذا قلت لكم في بعض اسعار اللاعبين دبل اسعار الاكس بوكس، فشيء يقهر صراحه في البلاي ستيشن. هذا الالتيميت. يقول كلوي سؤال بالالتيميت تيم، هل الهاندي كاب موجود حقا ام هي مجرد تهيئات للاعبين الالتيميت تيم؟ لا يا لوي، الهانديكاب او على كلام الاجانب اللي اسمه سكريبتنج موجود. لو تسوي بحث في جوجل عن سكريبتنج فيفا 13 راح تلقى كلام كثير عنه، ويعني في ناس كلامهم مقنع شوي، يقول لك هل في المواسم او في السيزن قد جاك هانديكاب؟ هل قد جاك؟ ما غالبا لا، بس في الالتيميت تيم. انا عني ما ادري كيف شلون اقولها لك يا اخي، في واحد مره فاز علي بفريق برونزي 6-1 وأنا فريقي مقارنة فريقي أفضل منه بمراحل، وللأمانة ما كان هانديكاب ولا شيء، الرجل كان أفضل مني بكل شيء، لا مناولات، فنان حريف، هزمني ولا كان له دخل الهانديكاب. لكن أحيانا نلعب مع ناس فعلا يبان ويفرق في المناولات، يفرق في الرفع، أحيانا الحارس ما أدري وش يبي. لو تسوي بحث عن الفيفا 13 سكريبتينج راح تلقى كامل الكلام وكامل شرح عن الهانديكاب، وبنزل احاول انزل له فيديو انا ان شاء الله عن كيف تتداعى. منصور بن محمد يقول في الاونلاين اذا كنت لعب مواسم وكان لاعبي بمنطقه الجزاء وناول او سدد وجاء الخصم لحظتها وكسره، يحسب لي الحكم ضربه جزاء، كيف اخلي الحكم يلغي الجزاء ويحسب الهدف؟ ما تقدر يا منصور للاسف، حتى انا كنت اعاني منها شوي بالذات في البرو كلب، ما تقدر تسوي مالك الا ان شاء الله انك تجيبها هدف ضربه الجزاء. عموما هذا السؤال وجواب يا شباب، أنا حاولت أن أجاوب لكم هنا أحسن من تويتر بحيث أن الكل يستفيد. يعطيكم العافية ومشكورين ونراكم على خير إن شاء الله.